مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. نعطيو كلمة الختام للي شيف. الختام باش يكون مشاهدينا بالتذكير بالوصفات اللي حضرناها لكم اليوم. شيف فتحية حضرت لنا لي سكونز، هذوما خبز بنين برشا ومعاه الكلاب. هو خبز انجليزي هذايا سهل ياسر بسيط، الباز نتاعو هي فرينة سبيسيال بقلاوة وردة. وريتكم كيفاش يتخلط تخليط، ما يزموش برشا حركه، جوست تخليط بالمغرفه، لكن الحكمه نتاعو كونه اما نعجنوه بالبن والا نعجنوه بالحليب فيه خل. بالطبيعه ما يتحطلوش خميره، يتحطلو كربوناتو خاطر فيه لاسيديتي. لميتو لمين، الزبده نتاعو مقصوصه تريفات صغيرين. يلزم يكون وقت اللي تشوفوا الكعبه نتاع سكونز تبدا فيها مورقة شوية، ما تبداش مكبدة، معناها البات متاعو يتاكل سوفون كي يبدا حلو، أما مع بيغ دو كاكاوات وإلا شوكولاتة وإلا بالأخص ياكلوه مع معجون الفراولة، معروفين ياكلوه ياسر مع معجون الفغاز وإلا معجون معناها السفرجل بورقدان أي معجون بوغ لو بتي ديجني، ما كانش بيغ دو كاكاوات بنينة ياسر زادة معاه. مع هذايا عملت هنايا ليكليغ شوكولا. ليكليغ بالطبيعه اللي يقول ليكليغ يقول كريم باتيسيير سمارت شيف، طيبت كريم باتيسيير سمارت شيف شوكولا، اخترتها خليتها بردت شويه باش نجمت نعبي ليكليغ نتاعي. المكون نتاع ليكليغ هي زبده وماء وعظم وفارينة سبيسيال جاتو ورده، معناها فيها اون ريغل 4 8 16، معناها إترا ماء عليها 400 زبدة عليها 800 فرينة عليها 16 عظمة، هذيك الباز بتاع ليكليغ. فيها شوية بالكل سكر وشوية بالكل ملح باش يعطي النكهة ويعاون على الطلوع بتاع ليكليغ. يتيبوا في كوشة 180 وبعد نقصوا نطيحوا 160 باش يشيحوا ويقعدوا مقبين بالكدا، ونزينوهم باللي نحبوا احنا. انا زينتهم بالشوكولا نواغ وحطيت لها شويه معناها حليب كونسونتري سكري باش تقعد تريه ما تبداش كاسانت. ان شاء الله تكون عجبتكم دبرت اليوم. نقول لكم ابعثونا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال ومرحبا بكم. يعطيك صحه شيف فتحيه. انا مشاهدينا اليوم حضرت زوز وصفات، الاولى كانت صينيه الكفته اللي في الكوشه، شفنا كيفاش فوحنا اللحم تاعنا عملناه كعبرات، حضرنا له صوص طماط من عند سي كامل مدشه بالثوم، زدناها شويه زيت نجمه ديو بلوس وفوحتها انا، زدت معاها صوص بشاميل عملنا فيها شويه زبده من عند مرياح مع شويه فرينه من عند ورده، ذوبناها مع بعضهم وحطينا معاهم مقدار نص ايتر حليب كيك، خلطناهم مليح مليح فوحناهم ملح فلفل اكحل وكانت البشاميل نتاعنا حاضره. بعد عملنا المونتاج شفتوا كيفاش صبينا صوص طماط نتاعنا هي في القاع، فوق منها حطينا الكعبرات نتاع الكفته نتاعنا المفوحه، ومنهم كملنا حطينا من فوق على الوجه البشاميل اللي عملنا الجراتيناج كيف ما تشوفوا هذايا، مع الفرماج البنين اخترناه من عند مرياح فرماج 100% حليب. تختاروا الموتزاريلا الوصفه هذه، ما اعزش من الموتزاريلا، تذوب بالكدا بالكدا فوق الوجه نتاع كعبات الكفته. بالنسبه للسلايطه، سلايطه كيف كيف فيها فرماج مرياح لكن كان جوتا، حطيت الجوتا من عند مرياح، معاها حطيت قرع قصيناه بروج قرع اخضر وقليناه، سكترناه من الزيت نتاعو، وزدت معاها كعيبتين بطاطا صمتهم متوسطين في الحجم قصيتهم مكعبات، زدت معاهم دي كارتيه نتاع طماطم شويه معدنوس شويه كبار شويه زيت شويه زيتون سامحوني، وحطيت معاهم شويه ليمون مخلل يعطي نكهه بنينه في السلطه هذه. بالبدر التن زيناهم، والزيت اللي في وسطه اللي هو زيت زيتونه اكسترا فيير شوحت السلايطه نتاعي وقدمتها لكم. ان شاء الله الوصفات هذه تكون عجبتكم. اكثر وصفات تلقاوها ديما على الباج نتاعنا على الماتينال. نحب الناس نقول للناس اللي تبع في الاكاديمي دي شيف وجديد نتاعها، نجموا تدخلوا زادة على الباج نتاعنا الاكاديمي دي شيف على الانستغرام والا على الفيسبوك، تلقاو اكثر تفاصيل على لي ديبلوم اللي نقدموهم على دورات التكوين السريعه ولا غيره. دونك هذوما الكل تلقاوهم على الباج نتاع الاكاديمي دي شيف اللي هي تعطي دي ديبلوم معترف بهم هومولوجي للناس اللي تحب تبعث مشاريعها الخاصه والا تحب تخدم في تونس والا في الخارج. يجيوا عندنا للاكاديمي دي شيف، عندنا بي تي بي كويزين وبي تي بي باتيسري، بي تي اس كويزين وبي تي اس باتيسري، هذوما هومولوجي معترف بهم. للناس المغرومه وتحب تعمل فورماسيون اكسيليري كيف كيف يتفضلوا يتواصلوا معنا من خلال الرقم 23
06 14 14 23 06 14 14 23. رقم متاح على ذمتكم باش تاخذوا اكثر معلومات على اكاديمي دشيف. مشاهدينا خليكم ديما معنا في نفس الموعد على قناه 9 في نفس برنامج الماتينال. الى اللقاء. مشكورين للشيف. توا باش نحكيو على ياسير وعلى خدمه اخرى توفرها ياسير اللي هي خدمه ترونسبورتور. دونك اكيد اللي تبعوا فينا الكل تعداو بها اكل فتره اللي تبدا تلوج على ترونسبورتور من بلاصه لبلاصه. وتوا الابليكاسيون ياسير تودنا بسيرفيس جديد بيها ننساو المشاكل لتنقيل اغلب قضيتنا. بكليك تلقى ترونسبورتور كاليفي وقضيتك الكل باش تكون اسوري. تيليشارجي الابليكاسيون حط destination ou تختار السيرفيس ليفريزون اوتوماتيكمون على تليفونك. دونك تلقى السوم حسب الديستانس وحجم الكاميون وزيد ياسير توفر لك اسيرونس سبيسيال على منقولاتك. مش كان هذا ياسير زادا توفر لك سيرفيس ليفريزون يهم حتى الشركات معناتها مش كان الناس بركه حتى الشركات اللي باش ينجموا يوصلوا سلعتهم بكل امان. دونك عملت معناتها تيليشارجي لابليكاسيون وتمتع بالسيرفيس نتاع ترونسبور مع ياسير اللي سهلت لنا يسرت لنا حياتنا ياسير سانسيرمون. كلمه الختام صفصوف فاطمه. انا نحب نشكر لاختيس كوافور يمن بور لا ميز اون بوتي اللي تلقاوها في العوينه حي الواحات باش فيسبوك باش انستغرام لاختيس كوافور يمن. نشكر جويس اللي قاعده تلبس فيا اللي تلقاوها في 3 بوان فونت تلقاوها سكر النيب اللي ياسمين الحمامات. باش فيسبوك جويس اي باش انستغرام جويس اوفيسيل. برا اجريو اخلطوا على صاد على خاطر بالحق ليامات هذيا فرصه لا تعوض ومش تعوض برشا ديما عند جويس. دونك ما عليكم كان تجريو لي بوان فونت ولي بوتيك وتقديو الا تعديو الكوماندا اون لين. نشكر كيف لي شيف خاطر بالحق انا وصيت على الكلير واليوم طيبوا لي الكلير البنين باش نعمل ساكريفيس ومانيش باش نعمل ريجيم اليوم باش ناكل. كول يا صافي صافي معناتها الابليكاسيون نتاع معناتها شنو هما نتاع لي كالوري لي كالوري يا اخي خاطر الابليكاسيون بعدني بلي صافي حاسين وي. دونك انا بدي فوالا دونك انا بدي نشكر سونتر ديستيتيك باك ستيج تلقاوها في العوينه. باك ستيج يحتفل بعيد ميلاده الثالث دونك كل عام وما حيين بخير وديما عندكم لي كليون تاع باك ستيج ولا حتى الكليونات الجدد نتاعهم. عندكم خصم 33% على اي حاجه تعملها عند باك ستيج العوينه. كيف نشكر البوتيك اللي تلبس فيها سي اندام تلقاوها في طريق سكره باش فيسبوك انستغرام سي اندام سكره. ميرسي انزو شوز تلقاوها في المنزه السابع بعد سنتر كرام. نعاود نذكر انه تدخلوا على باش فيسبوك انزو شوز ولا الانستغرام انزو شوز اوفيسيال تختار الارتيكل اللي حاجتك بيه يوصلك حتىكش قدام باب دارك. ميرسي ايكيب الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه. ميرسي ليكيب تكنيك. ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. وردة سرها المحبة. سيكام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا سمعت الصوت لقيت غنية شفت الوجه لقيت مراية كفاحتها ولات حكاية وكتابت بنتها نهاية نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين.
ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه. ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وليس نرجعه فيه مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا، لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. سمحني أختي عندك إمين تتزنف لقوي مناعة صف عايشك صف 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 سمحني أما سير عندك إمين تتزنف لك ما هو اللي قوي المناعة فيه فيتامينات هيا بي إمين تتزنف أختي ريتو هذا يقوي المناعة اللي فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا إمين تتزنف نشاط وحيوية إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.